نور، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. جمعة مباركة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو يا ربي. يا اختي انا راه هي ديك مدام زورو، هي انا كنفيق مع الصباح، جري 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 جري، والله ما كنلحق. الا قلت لكم البنات باقا دارين مرونة، حشمت انني نبارطاجيها معكم. غير هنا بغيت نوصل لكم واحد الفكرة، ما تبقاوش تثقوا بزاف بالمظاهر، يعني نجمع الصالون فيا يمشي يجمع الصالون. نقول لكم ها انتم البنات فقت بكري وقضيت ودرت وفعلت، ولكن والله البنات ما درت حتى شي حاجة. يلاه اونبالي دو كلي كولي خرجوا، تنتسنى دابا الليفرور باش يجيب ليا واحد جوج ديال لي كولي، وشركه اخرى تجيب ليا كولي واحده، يعني ثلاثه ديال لي كولي اللي كنتسنى ان شاء الله هذا النهار، باش نقدر بالليل نجلس عاود نغامصي وغدا الليفري، واخا غدا السبت الحد هو راحتي. هذا ما كان. يلا شنو مشيت درت البنات؟ مشيت درت كسيكسو، راكم عارفين اليوم الجمعه، وختي مشيت نجيب عمران كيقرا في تيخرج في 12، ودابا راه ديال 12 قل 5 دقائق، جيت نصبح عليكم هاد الفلوسه مولفه تتعاوني وتتنعس الصباح، تنخليها ونمشي نجيب خوها. دابا خوتي فاقت ما بغاتش تنعس، قلت لها يلا حتى انت كتعاوني، يعني الروينه وستي معاونين يا بنتي ماشي مشكل. ولكن هنا كنقول لكم البنات، ما عمركم ما تخليو العائق، زعما ماشي كنشكي عليكم ولا، ولكن ما عمركم ما تخليو شي حاجه يعني تعيق عليكم، ماشي تعيق عليكم زعما تخليوها عائق او لا تحبسكم من انكم ديروا داكشي اللي نتوما بغيتوه وداكشي اللي نتوما كتطمحوا فيه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم خواتاتي، انا نمشي نجيب ولدي ان شاء الله من المدرسه، وغادي نجي نقلب الفوره الاولى ديال الكسكسو حيت يلاه رديتو، وندوش ان شاء الله قبل ما تتودى الوقفه، راكم عارفين صدقه. وعاد باش نجي نجمع البيت هنايا، بلاصه عمران هاني كنشوف فيها، ونمشي نجمع الصالون، نجمع ديك الروينه. دابا صافي عرفت لي كل اللي غيخرجوا من اللي ما غيخرجوش، ونمشي نجمع بيتي ونضربها بواحد السيخه ما نبارطاجي معكم الا قدرت. صافي يلا الله يسهل عليكم، بغيت غير نبارطاجي معكم اليوم باش تشوفوا كيفاش كنت كنضل داكشي، باش ما كنلقاش الوقت نهائيا لليوتيوب. هادشي اللي كاين، ولكن والله الا كنبغيكم وشكرا على لي كومونتير في الفيديو اللي فات، فرحتوني والله، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. الله يخليكم. ايوا يا البنات، انا بغيت نبارطاجي معكم، خرجت انا واميره بطبيعة الحال، ديتها معايا اليوم، مشينا نجيبو عمران. انا وريتكم تقريبا فين ساكنين، هنا هو عمران وجا. عرفتي شنو تيقول؟ تيقول يا ماما هادي طوموبيل با، بغيت نمشي عند با. ايوا انا اختكم منين دخلت، راه قلت لكم انا هي مدام زورو. دخلت خرجت عيط عليا ليفرور، وصلوني دي كولي، كان خاصني نهبط باش نجيبهم. خليت وليداتي في الدار في الله، وهبط انايا باش نجيب الكوليات. انا نبارطاجي معكم ان شاء الله شنو فيهم وكلشي. المهم دابا راه كندير المونتاج لا فيديو، بارطاجيت معكم نهاري من الصباح حتى الليل هكذا البنات. ماشي دائما صراحه كنضل بحال هكا، ولكن المهم ملي كتكون عندي الخدمه راه هادشي اللي عطا الله. المهم تقلوا تماره وسدوا حلوا وجمعوا قبل الدراري، لا اله الا الله، وصافي الحمد لله على كل حال. ما تخليوش البنات الحاجز، دائما داكشي اللي تبغي ديريه. المهم هنايا مشيت نكمل الفوره ديال كسيكسو، انا بنتي نعستها، ولكن واخا هكاك ما نعستش ديال اليوم، دخلت خويت عليا غير سطل ديال الماء فيه الاجر البنات. وما تنساوش دائما واخا يكونوا صعاب، ما تنسيش تهلاي في راسك بداكشي اللي قسم الله. انا بارطاجيت معكم هذا الكريم ديال الالويفيرا، هو اللي كنت كنستعمل. هانتوما البنات، واخيرا زورو، جيت نيشان مع الاذان، الحمد لله دوشت، نعست بنتي، طيبت كسكسو، فطرت، باقي عندي الروينه، يعني باقي ما خملت، باقي ما جمعتش الدنيا، ولكن المهم هادشي راني درتو الحمد لله. اللهم لك الحمد، دابا نصلي وعاد نتبالى بالدار ان شاء الله. دغيا دغيا داكشي ربي غيسخر. هانتوما البنات، هادي الجمعة، جمعة مباركة، ما كنبغيش نهضر مع الأذان، أنا غادي نمشي باش نعاود مور الأذان، راكم عارفين اليوم كيكونوا ثلاثة. الله يعطيكم ما كتمناو ونكملوا مور الأذان إن شاء الله. وهنا يا البنات، مورا ما صليت جا عندي ليفرور تاع الكليات اللي كانوا خصني نخرجهم، او صافي هذا ما كان. جات اختكم نعست اميره، نعست عمران، وجيت هنايا باش نجمع هاد الروينه حيت فريمون لا اله الا الله. وصافي المهم هادو البنات كنت خديتهم انا ان شاء الله من بعد نبارطاجيهم معكم. هادو دياولي، كنحيد الكارطابل ديال ولدي، حويجاته، وهنايا خديت واحد الفوطه وكنسوس الفراش هكا باش ما يبقاش، ما تبقاش ديك الروينه. وصافي كنحاول ندير الغبره. وبالنسبه لهاد السيف ما تضحكوش عليه، دايره بحال دوك الناس الكبار. انا ولفت البنات التخميله، والتخميله ديالي كانت عندي من الفوق توب، ومن الداخل ميكا،
وبدات كشفت فيها بحال الغمال، وديك الميكاب بدات كتقسم صافي، وعفسه وانا نهجه هزيتها جمعتها ورميتها في الزبل ولفت. خاصني ضروري الا بغيت نشقى خاصني نحزم، داكشي علاش تندير عليا هاد السيف، وتا باش ما نوسخش حويجاتي. انايا كنجمع دوك لي ساك دومبالاج، جمعت الدنيا، حيدت شويه الغبره، غير شويه البنات، غير شويه وصافي، حتى نسالي. وصراحه طلع خاصني ندير شي تخميله لداري، شحال هادي ما خملت. هنايا شت وريتكم الوجهه الثانيه، هزيت ديك السلعه اديتها للبيت الصغير، حطيتها فوق الطبله حتى نرد كل حاجه بلاصتها. وهنايا بديت كنجمع هاد الكراتون اللي داير بحال مول الحانوت، لا اله الا الله. صافي والله، ولكن البنات هادشي واخا الروينه، واخا زعما الصراحه شي مرات كنقول زعما نكون في هاد الروينه ويجي عندي شي حد على غفله كيفاش غادي ندير، ولا بزاف د الحاجات. ولكن والله لا، كل الحب كل الحب تمر الكحله. والله البنات الا تمر دابا اللي كندير المونتاج، راه هادي الواحده وعشرة دقائق ديال الليل، يعني انا الاولى كنفيق وانا الاخرى كنعس، وما عنديش مشكل. وتا الصباح راه خصني نفيق بكري ان شاء الله، حيت انا غنوريكم انتم تشوفوا كل شيء معايا. خاصني ضروري نفيق باش نجمع داري عاوتاني، ويجي لي فرن باش يرمسي لي كولي، يكونوا مقادين، ونشد تاني السلعه اللي باقا عندي نصورها ونحطها نخدم عليها باش نبيع. البنات راه والله ما قفلتي لا فورتي، والله ما خدمتي لا ربحتي. الحرام راه ساهل وراه باين، ولكن باش انك تضربي ثمره وتكوني لا اللوم ولا مقيده راه ماشي بالسهل. انا ما كنقولكش ديري ثمره. شوفوا البنات، هاد الفيديو هذا راه نهاري انا كامل، وماشي كل نهار. راه كنعطي الراحه لراسي، ولكن ملي كتكون عندي الخدمه بحال هكا شي مرات راك بحال هكا، يعني ما عندي ما ندير، خاصني ضروري ما نقضي الغرض. ولكن راه ماشي دائما كيجيوني هاد الكوموندات، ماشي دائما كتكون عندي هاد الخدمه. البنات راه هنايا دابا ود العصر، صليت يلاه انا عزت ولادي بجوج، وبقيت انا السلعه تنسالي نحيد منها ديال عباد الله، وديسبون طبيعه الحال نحطو. دابا جمعت كلشي، غنهبط غير لابوبيل حاجاكم ونسيق داري. اجي عندي واحد السيده تاخد السلعه ديالها. ايوا هكا راني شويه، راني زطت شويه، ديك الساعه نشوف ونسد معاكم الفلوك. وهنا البنات راني كنت انايا صافي هبط لابوبيل، وضربت على هاد الضرب واحد السيقه، وجاتني الكوليه ديال لي بيجو، وهادو خصني نحلهم. ولكن قلت قبل ما نحلهم ضروري ما ندير الكوتين. ولدي عمرت كويس ديال اتاي، سخنت هكا مسمن. بعض المرات ملي كيكون عندي الوقت كندير وكنعمر في الفريكو، دايره لي هكا دي كوكي، ولا بعض المرات كندير الصابلي ولا شي حاجه، كنحاول نيتي داك البيسكوي هكا الزنقه ولا داكشي. ماشي نقول لكم ما كياكلوش، كياكلو راه انا بحالي بحالكم، ولكن كنحاول ما امكن انني نعطيه الماكله ديال الدار، تندير جهدي. هذا مكان. وهنايا هاني جيت عاوتاني. هنايا البنات جيت باش نحل السلعه، نبارطاجي معكم هكذا السلعه، تشوفوا كلشي على عينيكم. جاتني واحد الكوليه فيها الفوطات وهكا بينوار كوفرلي ليناب، هادشي اللي كاين. وقلت المهم نبارطاجي معكم السلعه اللي جات معايا اليوم. ولدي مسكين كيعاونني، الله يحفظو ليا، دعيو معاه البنات. المهم الله يحفظو ليا عمران، فيه واحد الكحبه فريمون خلعتني، ما خليت كنديه للطبيب، كيقول لي راه عادي، راه غير البرد، راه غير هذا، ولكن ما نعرف، ما كيبغيش يشرب ليا زويته بلديه والثومه. المهم مره كيكون لاباس، ولكن هاد الايامات كان كيمرض ليا بزاف. الله يحفظو ليا يا ربي، ويحفظ ليا بنيتي، ويحفظ ليكم وليداتكم وكل وحده فيكم، الله يعطي هذاك الشيء اللي كتمنى. والله البنات هذا مكان. المهم الكليه الاولى شاركتها معكم، هذه الكليه الثانيه فيها البيجامات. هانتوما البنات شوفوا، راه كليه قليله، ماشي بالضروره انتم تجيبوا في حالي، راه شي حاجه قليله تقدروا تبداو بها. شوفوا ديك الكريتينه الصغيره، هذيك ديال لي بيجو، يعني انتم تقدروا تجيبوهم. هذيك راه ما وصلاش 1000 درهم، هذوك لي بيجو والله ما واصلين 1000 درهم، يعني كتجيبي وكتخدمي وتتخرجي حاجه تبيعي لجارتك، تبيعي لاختك، تبيعي. واخا انا كنقول الصراحه من الاحسن انك تبعدي من الناس اللي كتعرفيهم، حيت شوفي واخا تنقصي ليهم غتسمى ديما كتزيدي عليهم. وسبحان الله حنا فينا واحد القاعده خايبه، يعني نمشي نشريها ب 100 درهم من عند مول الحانوت وما نشريهاش من عندك انت ب 50 درهم. ما عرفتش علاش ما كيعجبناش نشجعوا بعضياتنا، ما عرفتش والله ما عرفت. المهم سمحوا لي بنتي حدايا، قلتي كي انا نعسات راه الوحده، وقسما وانا كندير المونتاج لا فيديو، كاين الحاجه اللي مسجله مع لا فيديو، وكاين الحاجه اللي دابا
الشكل ديال المونتاج. هادو بنات بيجامات، كاينه غير بيجامات الرجال وكاينين بيجامات هادو. المهم البنات الانستغرام راه غادي يكونوا عارفينهم هادشي اصلا كاملو، يعني سير كوموند يعني ديال مالي. ان شاء الله الا قسم الله الفيديو الجاي بارطاجي معكم ان شاء الله السلعه اللي عندي ديسپونبل. غتوصلني عاوتاني السلعه ديال اكسيون بارطاجيها معكم، وماشي ديما بارطاجي معكم السلعه يعني مره مره. وكنعاود نقول لك شوفوا البنات راه دائما كاين بزاف ديال العيالات اللي كيدخلوا كيقول لي زينب عافاك عاونينا شدي بيدينا البنات، راه الا ما شديتوش بيديك بيديك راه والله ما توصلي، واخا نشد بيديك انا التنعيه، واخا نشدك وندفعك راه والله ما تحركي، راه خاصك انت تبغي وانت تحركي. واللي كتقول لي لا عاودي لي على التجارب ديالك، واخا نعاود لك حيت داك التجارب اللي دزت منهم ماشي بالضروره هما اللي دوزي منهم، انا راه اللي عليا غادي نديرو، ولكن راه خاصك تكوني للوم مولاتي. وراه ميمكنش تجي وتعلمي بالليله ونهار، وراه ميمكنش بحال واحد السيده كانت قالت ليا وشوفي ماشي مشكل السلعه الا بقات لك انت راه غاتبيعيها، واش في خبرك اختي راه كاينه السلعه اللي انا كنبيعها تيدور العام، ولكن راه ميمكن لياش نوقف، راه كل حاجه فيها الزوين وفيها الخايب، كل حاجه فيها الايجابيات وفيها السلبيات، ولكن المهم خاصك ديري شي حاجه هاد الوقت. ما زعما الصراحه ما تكونيش غير جالسه بحال غير جالسه في الدار، ما تديري حتى شي حاجه، ما تتقراي، ما حتى شي حاجه يعني تتبع القيل والقال. البنات دوزتوا معايا نهاري، كنقول لكم تصبحوا على خير. صافي حتى نجلس ندير المونتاج لهاد لا فيديو، هذا راه نهاري كامل دابا راه ودان المغرب فات. غادي نجلس ان شاء الله نصور هاد السلعه هادي في ستوري انستغرام، نجمع لي كل ديال الناس، نحط للديسبو باش هكا اللي بغات شي حاجه على حساب الكوليه اللي غنخرج ان شاء الله غدا السبت. واخا السبت كنخرج لي كولي باش يوصلوهم ان شاء الله الاثنين باذن الله يا ربي. والبنات اللي في نفس مدينتي يعني سلا الرباط راه كتوصلهم اليوم قنيطره نفس النهار، هادشي اللي كاين. خاصني نقاد اموري دابا باش غدا، وخا السبت وما قاليش ولدي خصني نفيق بكري عاود باش منين يجي الليفرو يلقيني مساليه. وعاود راه كل نهار والمشاق ديالي اليوم، ها نتوما شفتو جري جري غدا راه يوم ما كيشبه يوم والله. الله يدير لي فيها الخير، والحمد لله كنحس براسي انني كندير شي حاجه، انني ماشي غير كناكل وكنعس، وانني ما كنفيد في حتى شي حاجه. هادشي اللي بغيت نقول لكم، تبارك الله عليكم والله يصبحكم فرحه الله تهلاو في راسكم. باي باي. وهذه البنات هي النتيجه، واخا جمعتها نتوما فرقت الكليه ان شاء الله اللي غيخرجوا غدا، هادو غير في نفس مدينتي والاخرين غادي ليفريهم، وباقي عندي ان شاء الله نوض بكري ونكمل. باي باي.